مبادرة شبابية لتوعية المواطنين وطرق الوقاية من تفشي وباء كورونا. سيئون حضرموت تتحصن في مواجهة فيروس كورونا من خلال حملة ينفذها شباب وشابات متطوعون وطلاب لكليات الطب في جامعتي سيئون وحضرموت، تقوم بمهمة مزدوجة. الأولى الوعي والإرشاد للمواطنين. أنشئت لها غرفة عمليات إعلامية وتثقيفية توعوية للمواطنين بطرق الوقاية من مخاطر تفشي فيروس كورونا عبر منشورات ورقية وحلقات توعية ونداءات بمكبرات للصوت تطوف الشوارع والأحياء وملصقات جدارية على المنازل وفي الشوارع ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي. حملة تقام معا لأجل حضرموت من أجل حضرموت من خطر فيروس كورونا، والذي ساند بها مكتب وزارة الصحة للحد والوقاية من هذا الخطر، تثقيف هذا المجتمع الحضرمي بشكل عام حول خطر هذا المرض الذي استهتر به كثير من الناس، والذين شاركوا في هذه الحملة أكثر من 50 شخص. الوباء هذا العالمي اللي هو كورونا خلق نوع من الذعر بين أوساط المواطنين، في بعضهم عدم الشعور بالمسؤولية، وكذلك بعضهم الخوف من قادم الأيام كيف ممكن يتصرف، ولأنه كثير من المواطنين يعني عندهم مصادر دخل محدودة، مصادر دخل يومية، فهو قلق يقول لك كيف أنا بتصرف وكيف بروح وكيف بجي، يعني مكوث في البيت ربما يسبب له أزمة. الأسلوب الآخر في تنفيذ أهداف الحملة التعقيم والرش للأماكن العامة والمواقع الرسمية والأهلية، بالإضافة لتجهيز مركز تبادل معلومات مشتركة لإيصال أي بيانات عن أي حالة إصابة أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا. بدأنا في الأعمال التطوعية كتوزيع البروشارات وتوعية المواطنين، كذلك قد نزلنا حملات ميدانية، وإن شاء الله لازلنا نخطط ونعمل مباشرة لأن الوقت يضيق علينا، في حال دخول هذا المرض سيكون حالة استنفار في هذه المناطق. هذه بادرة طيبة يقوم بها الشباب المتطوعين من منطلق حرصهم الإنساني تجاه مجتمعهم في ظل الوضع الخطير لانتشار عدوى كورونا. كطلاب كلية الطب كان له دور في التوعية وفي النزولات الميدانية، وبعدها كانت المشاركة لنا عن طريق مكتب الصحة والسكان وحضور ندوات توعوية من أجل إرشاد الناس وتوعية الناس. الحملة الشبابية وضمن أعمالها الاحترازية تسعى عبر مكاتب الصحة لتدريب كوادر طبية وصحية في إجراءات التعامل من فحص وعلاج لحالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا. ويكمن حجم الخطورة في ظهور الفيروس بدول الجوار المحيطة باليمن. ويرى الشباب أو المعنيون في السلطة المحلية بحضرموت أن الإمكانات تظل ناقصة من أدوات مثل الكمامات والسترات الواقية وأجهزة الفحص والتحاليل المخبرية.